اولا هو اعتراف بجميل ولوم صراحه للناس المصريه. الاعتراف ان انا بعترف ان انا من الاغلبيه الصامته وما لهمش دور، كانش ليهم دور في الثوره. وانا اشكر كل واحد هنا كان ليه دور في الثوره، لان احنا فعلا جه علينا وقت كنا بنخاف نحلم باللي انتوا عملتوه. يعني مجرد ان الواحد يفكر يحلم باللي انتوا عملتوه ده كان يخاف، كان في رعب في قلوبه بصراحه. فانتوا كتر الف خيركم ان انتوا شيلتوا الرعب ده من قلبنا، ده جميل لن ننساه. ولكن رغم الفرح اللي الواحد فرحانه ليه، جيت النهارده التحرير وجيت قبل كده التحرير زعلت كتير جدا ان الناس هنا ما بتعرفش تتناقش. يعني مجرد انهم انا بس اعترض على حاجه هو بيقولها يبقى مصيبه سودا. لا يقبل الراي والراي الاخر. يا جماعه في ثلاث حل... لو بتناقش مع واحد في ثلاث حاجات